اكسترا اكتيفيتيز، عندنا فعاليات اضافيه. يقول لي ريد ذا ستوري بلو، اقرا هذه القصه ادناه او في الاسفل، يعني هذه هنا ادناه بلو. Put words، ضع الكلمات in the gaps، ضع الكلمات in put words ضع كلمات in the gaps في الفراغات. Put words ضع كلمات in the gaps في الفراغات. To make it more interesting، ليجعلها لجعل it ترجع القصة. To make it لجعل القصة more interesting، لجعلها أكثر متعة. The story is true، يقول القصة حقيقية. The story is true. طيب طبعا حليت لكم اياها اعزائي، هسه راح نشوفها. One day، في احد الايام، a young man، شاب، young man، رجل شاب، was walking، كان يتمشى، in a lovely park، في متنزه جميل، in نيويورك، في مدينة نيويورك في امريكا. It was summer، كان الطقس كان الزمن هو السمر، الصيف، and it was a nice day، وكان يوما لطيفا. He was near a huge lake، هو كان بالقرب من بحيرة ضخمة كبيرة، ضخمة جدا، huge. Suddenly، فجأة، he stopped، هو توقف. He couldn't believe his eyes، هو لم يتمكن من تصديق عينيه، لم يصدق عينيه. There was a dangerous crocodile in the water، كان هناك تمساح خطر في الماء، in the water. He phoned the police on his mobile phone، هو اتصل بالشرطة on his mobile phone، عبر هاتفه، عن طريق هاتفه النقال، موبايل نقال، وفون هو هاتف. He spoke very quickly، هو تكلم بصورة سريعة جدا، very quickly. The police came with fast boat، الشرطة جاءت with a fast boat، بقارب سريع، لأنه هو بالمي. And went up and down the lake، ويعني اخترقت، went up and down، يعني خلينا نقول راحت، يعني في عدة اتجاهات. went up يعني راحت، يعني في خلينا نقول أعلى البحيرة وأسفل البحيرة، وفي عدة أماكن. went up and down the lake، في البحيرة. One was carrying a long rope، يقول واحد من الشرطة was carrying، كان يحمل a long rope حبل، كان يحمل حبلا طويلا. Another، وشخص آخر، got a crocodile by، أحد الأشخاص أمسك بالcrocodile by the، هنا عندنا هاي الكلمة غلط، العفو، لا صحيح، tail، العفو، by the tail، بواسطة ذيله، tail، بواسطة ذيله، يعني أمسك الكروكودايل، التمساح، من ذيله. and put it into the boat، ووضعه في القارب. the crocodile got out of the boat easily، التمساح خرج من the boat، القارب، easily، بسهولة. A lot of people were watching، كثير من الناس كانوا يشاهدون ذلك. They started، هم بدأوا to laugh loudly، هم بدأوا بالضحك بصوت عال. The policeman got the crocodile again، رجال الشرطة أمسكوا بالكروكودايل، التمساح، مرة أخرى. But it went away، ولكنه ذهب بعيدا، ذهب، خرج من عندهم، هرب. Nobody has seen the crocodile again. لا أحد من الناس يعني رأى التمساح مرة أخرى. هزم من عندهم، هرب. يقول now think of better words، يقول والآن فكر في كلمات أفضل. In place، في مكان، of the underlying words، في مكان الكلمات اللي موضوع تحتها خط. أنا حليت لكم أعزائي، هذه تلاحظون هاي الكلمات اللي تحتها خط، أنا خليتها باللون الأحمر، العفو، الحل خليتها باللون الأحمر. عندك مثلا هاي تحت الكلمة نايس، بدل نايس معناها لطيف، تقدر تخلي جميل، نايس داي، يوم جميل، نايس داي، يوم جميل، نايس لطيف، يوم لطيف، يوم جميل، وحدة بدل الثانية، مو فد مشكلة. طيب عندنا put it into the boat، وضعه في القارب. through
رماه، يعني شو مرة رمى التمساح وين خلاه؟ بالقارب، شمر. The crocodile climbed out، تسلق، أنا مو تسلق يعني زحف، تسلل، خلينا نقول تسلل، لأن climbed نبات تجي تسلق الجبال، تسلق نبات تجي تسلق الجبال بصورة عالية يعني إلى الأعلى، نبات يتسلق، climbed هم تجي إلى الأسفل، مو اللي يتسلق لي فوق يعني، لا يمكن يتسلق إلى الأسفل. فهنا الكروكودايل خلينا نقول climbed out يعني تسلل، يعني انزلق، تزحلق، انسل من البوت ايزلي، بشكل بسهولة. هنا عندنا هاي خاف عبرناها، انذر احد الرجال الاخرين اللي موجودين من البوليس، got the crocodile by the tail، امسك جراب، امسك الكروكودايل باي ذا تيل، من ذيله، امسك التمساح من ذيله، جراب امسكه هنا. طيب the policeman got the crocodile again، كوت امسكوا، كوت امسكوا، جاي من كاتش، ماضي مال كاتش، امسكوا الكروكودايل مرة اخرى. وعندك وينت اواي، هنا التمساح عندما يعني هرب من عندهم، اسكيب، اسكيب هرب، جو اواي ذهب بعيدا، اسكيب هرب. هاي هسه حليناها هنا اعزائي، حليناها بالفراغات، وانطيناكم البديل للكلمات اللي موجودة تحتها خط. طيب هنا يقول لي بي رايت يور اون شورت ستوري، اكتب قصتك القصيره انت، يعني القصه الخاصه بيك مالتك، القصه القصيره مالتك. تشوز ون اوف ذيس بيجنينج فور يور شورت ستوري، اختر واحده من هذه البدايات فور يو فور شورت ستوري، لقصه للقصه القصيره شورت ستوري. زين هنا واحده من ذني البدايات نخليها بالبدايه، اذا تريد تكتب قصه انت عزيزي الطالب. It was 2 o'clock in the morning، كانت الساعه هي الساعه الثانيه صباحا، in the morning في الساعة الثانية في الصباح. suddenly فجأة I wake up، أنا استيقظت، أو يعني تقدر تكمل تنطي في قصة من عندك، تختار الكلمات، حاول يعني تشجع نفسك عزيز الطالب وتحاول تكتب، يعني تحاول تكتب، تجمع كلمات وجمل، حاول تكتب. when I was walking along the street yesterday، عندما أنا كنت أتمشى على طول الشارع البارحة، I saw something very funny، أنا رأيت شيئا مسلٍ أو مضحكا جدا. وتكمل عزيزي مثلا واحدة من هذين البدايات، وأنت تقدر تخلي أو تخلي قصة من عندك، يعني قصة قصيرة مثلا، قصة كم جملة تخلي من عندك وتحاول تكتب، تشجع نفسك على الكتابة. يقول هنا plan your story together، plan يقول خططها، يعني together سوية، يعني شلون هنا خلينا أنت وصاحبك، أنت وصديقك. plan your story together، خططوا اثنينكم يعني شخصين يبدون يخططون ويكتبون للقصة، بيناتهم يتعاولون، كل واحد جملة، كل واحد كلمة، وتسوون جمل وتسوون القصة. يقول remember all the writing tips، يقول تذكر جميع الملاحظات أو الإشارات اللي بشأن الكتابة. which is the best story in the class، بعدين يعني يقول هنا بالصف مثلا يتم اختيار أفضل القصص المكتوبة في الصف.